هل ما يحدث هو تكامل بين التحالف والحوثي في قتل اليمنيين؟ إما بغارات جوية أو باستدراج المواطنين للقتال في الحدود السعودية بدون غطاء شرعي؟ إلى متى يستمر قتل اليمني بسلاح التحالف وميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. يهلك اليمنيون دفاعا عن الحدود السعودية، ويهلكون بقصف طيران التحالف في طلائع الجبهات، ويهلكون في معتقلات الحوثي بالغارات أيضا. أصبح اليمنيون يقتلون من قبل التحالف والحوثي على حد سواء، فهل هناك تنسيق بين التحالف والحوثي؟ أم أن الدم اليمني بات مباحا لكل القتلة؟ قبيل أيام حاصرت ميليشيا الحوثي قوات من الجيش الوطني بكتاف بصعدة، قتل وجرح المئات، فذهب التحالف لقتل 100 أسير في دمار. وقبلها الإمارات قامت بقتل وجرح أكثر من 300 جندي في مناطق بين عدن وأبيان المحررتين، واليوم تخوض معاركها ضد الشرعية في شبوة. ترى كيف تدار المعركة في اليمن ومن يديرها؟ يتساءل اليمنيون بحرقة هذا الدم المراق وهم يحصون الجرائم التي تتجاوز قدرتهم على العد والاحتمال لهذه الأعداد الهائلة من الضحايا في معركة باتت اليوم بلا ملامح. تقرير حقوقي جديد يكشف الستار عن فضيحة تجنيد آلاف اليمنيين للدفاع عن الحدود السعودية في مناطق البقع وكتاف وغيرها. التقرير الذي أصدرته منظمة سام وحمل عنوان محرقة الحدود كشف أنه لا كيان رسمياً يمنياً أو سعودياً يقاتل تحته هؤلاء الجنود، غير أن الدور الرسمي يظهر في تسهيل دخول هؤلاء المقاتلين عبر سماسرة من الطرفين تحت لافتة حماية الحدود السعودية من المقاتلين الحوثيين. آلاف من قتلى محرقة الحدود دفنوا في مقابر داخل المملكة العربية السعودية مقابل أن يتم تحويل مبلغ مالي لأسرهم عبر صرافين محليين يتراوح بين 10 و15 ألف ريال سعودي، والعديد من الضحايا تترك جثثهم للحيوانات البرية أو تذاب بمادة الأسيد ليتسنى إسقاطها من كشوفات الألوية التي تضم آلافا من المجندين لا يتبعون أي من وزارتي الدفاع اليمنية أو السعودية. قتل بلا هوادة يتعرض له آلاف المجندين اليمنيين الذين أصبحت مهمة تجنيدهم أقل صعوبة، حيث سيتم استغلالهم من قبل سماسرة بعضهم ضباط في الجيش مستغلين حالة البطالة والفقر التي تمر بها البلاد مع طول أمد الحرب التي تبلغ عامها 5. المئات من المجندين الذين نجوا من القتل في الحدود وضعوا في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، لكن لا أحد يفر من الموت في هذه الحرب، فقد تتبعت طائرات التحالف أجسادهم المرهقة وقتلت ما يزيد من 100 أسير في سجن بكلية المجتمع في ذمار، رغم أنه موثق لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يحيق الموت باليمني من كل مكان بعد أن أصبحت ميليشيا الحوثي والتحالف كمن يخوض سباقا على قتل الكم الأكبر من اليمنيين، ليس فقط من المدنيين بل حتى من قوات الجيش التي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل الطرفين أيضا. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور عادل دشيلة، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور عادل. دكتور عادل، لو بدأنا بدعوة الشيخ حمود المخلافي في هذا التوقيت لسحب بعض القوات والعودة بها إلى تعز لتحرير تعز، وخاصة هو ذكر القوات التي موجودة على الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دعوة موفقة بالمقام الأول، لأنه الآن يتم الزج بأبناء القبائل وأبناء أيضا والفقراء أيضا إلى محارق الموت. هناك محارق، هناك مجازر ترتكب بحق الأبرياء في جبال صعدة، تلك المناطق الجبلية الوعرة. هذه معركة لا تخص الشعب اليمني، هذه معركة تخص الجانب السعودي، وبالتالي الزج بأبنائنا في هذه المعارك التي لا فائدة منها الانسحاب هو أفضل، حفاظا على أرواح الأبرياء. اليوم التحالف العربي يعني
فتحنا جبهات أخرى داخل البلد، ناهيك عن الجبهات الأخرى التي يدافع اليمنيون عن الجانب السعودي أو عن الأمن القومي السعودي. هناك جبهات فتحتها الميليشيات المسلحة الإماراتية في المناطق المحررة والجبهات الأخرى. إذن هذه الدعوة بحد ذاتها تعتبر موفقة، ونتمنى أن يتم الاستجابة لهذه الدعوة، أن يتم سحب كل الألوية التابعة للشرعية اليمنية إلى داخل المناطق المحررة، ومن ثم التوجه إلى العاصمة صنعاء وفك الحصار عن تعز، بدلا من الدفاع عن المناطق السعودية. اليوم نحن نطعم من الخلف، التحالف العربي اليوم هو يعني 300 قتيل أو شهيد وجريح بحسب يعني وزارة الدفاع اليمنية، يقتل بطيران التحالف العربي الذي جاء لدعم الشرعية. هل يريدون مننا يعني أن يقتلونا من الخلف ثم ندافع عنهم في يعني في حد بلادهم؟ هذه يعني هذه كارثة بكل المكاييس. وبالتالي الحكومة اليمنية الآن ليس بيدها القرار، هذه الآن من يقوم، هناك مجموعة من الشيوخ القبائل في صعدة ممن يستغلون يعني فقر هؤلاء ويزجون بهم في معارك الموت وهم داخل قصور في الرياض وفي مناطق أخرى عواصم عربية وما إلى ذلك. اليوم هناك يعني هناك تقارير تقول بأنه العشرات بل المئات من القتلى، بل أن هناك يعني مفقودين، بل أن هناك أسر لم تستطيع الوصول إلى أبنائها في هذه المناطق. ما الذي يحدث في صعدة في ظل تكتم إعلامي؟ هذه معركة لا تخص الشعب اليمني ولا تهمنا وليست من صالح الشرعية اليمنية. وإذا كانت التحالف العربي جادا وصادقا فعليه أن يوجه هذه الألوية العسكرية إلى العاصمة اليمنية صنعاء والسحق الميليشيات الإنقلابية داخل العاصمة، وليس الزج بأبناء القبائل في بطون الأودية وكذلك في الجبال داخل صعدة. نعم، إذن برأيك يعني الحكومة اليمنية أيضا لماذا تتحمل مسؤوليتها بمحاسبة الأشخاص السماسرة الذين يقومون باستدراج الشباب، خصوصا أن بعضهم قيادات عسكرية يقومون بفعل السمسرة وجلب هؤلاء الشباب إلى محارق كما سميت؟ طبعا لا لا، الحكومة اليمنية الآن هذه السياسة السعودية كائنة منذ القدم. السياسة السعودية واللجنة الخاصة التي متواجدة في الرياض واللجنة السعودية هي لا تتعامل مع الحكومة اليمنية، هي تتعامل مع سماسرة من أبناء جلدتنا، تتعامل مع شيوخ قبائل وتتعامل حتى مع قادات كتائب وما إلى ذلك، ويتم تجميع هؤلاء خارج إطار الشرعية اليمنية وخارج إطار وزارة الدفاع اليمنية. قد ربما لا يستبعد هذا الكلام، لأنه نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية انتهكت العلاقات اليمنية السعودية، وبدأت يعني كان منذ القدم وهي تشكل علاقات خارج إطار الدولة اليمنية، واليوم تشكل علاقات مع شيوخ قبائل وشخصيات يعني مستفيدة من الجانب السعودي، وهؤلاء يزجون بأبناء القبائل والفقراء إلى محارق الموت ويهمهم مصالحهم الأولى. ينبغي أن يكون هناك آلية محددة، وأم تكون هذه الألوية العسكرية في إطار الشرعية اليمنية وفي إطار وزارة الدفاع اليمني، ويتم ترقيم هؤلاء والإشراف عليهم من الجانب اليمني الرسمي، وليس عبر يعني سماسرة تجار حروب وما إلى ذلك، وعبر اللجنة الخاصة السعودية أو الاستخبارات السعودية. نعم، إذن يعني للأسف الشديد ما وضح في التقرير أيضا أن ليس فقط السماسرة هم من يقومون بهذا الفعل، ولكن مجرد دخول هذا المستجلب أو الشخص إلى السعودية هو يمر على نقاط يمنية يسمح له بذلك وهم يعلمون تماما أين سيذهب، فبالتالي ألا تجد أن الدائرة أيضا تتسع لتشمل العديد من النقاط، ليس فقط قيادة عسكرية وليس فقط سماسرة، وإنما أيضا يعني من هم على الحدود من نقاط عسكرية وغيرها؟ بكل تأكيد، حتى يعني ما يسمى بقائد التحالف أو قائد الجيش السعودي فهد بن تركي أو شخصية أخرى يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الداخلي اليمني، وحتى في يعني في مهام وزارة الدفاع اليمنية، أي أن هناك تنسيق مباشر بين ما يسمى بقائد التحالف السعودي وبين هذه الشخصيات. الحكومة اليمنية لا حولها ولا قوة. هذه الحكومة الآن إذا كانت تطعم بخنجر مسموم من الخلف لن تستطيع أن تقدم شيء. حتى هناك شخصيات يعني هؤلاء شخصيات يمنية يتعاملوا مع الجانب السعودي مباشرة في تحدي سافر للقانون ودستور البلاد، ويتحدون الشرعية اليمنية ويتعاملون بشكل مباشر مع الاستخبارات السعودية، وبالتالي يهمهم مصالحهم الشخصية. لو كان هناك الإدارة السعودية نفسها لو كانت تريد أمن واستقرار البلد وتريد الحفاظ على أرواح هؤلاء الأبرياء، هناك آليات محددة، هناك دولة ينبغي ألا يتجاوز
تجاوزوها، هناك شرعية، هناك بلاد، هناك وزارة الدفاع، هناك رئاسة هيئة الأركان، ولكن الإدارة السعودية منذ القدم وهي يعني نفس السياسة التي كانت تنتهجها في السبعينات، فكانت تصب يعني كانت تقود أبناء القبائل إلى محارق الموت. حصل في سبعينات القرن الماضي، حصل في الحرب في 62 إلى 68، حصل أيضا في الحروب في في في, في جبل الدخان في 2009 ما بين الميليشيات الحوثية وأيضا ما بين الجانب السعودي، واليوم نفس الكلام داخل صعدة. هذه الآن مثلا على سبيل المثال يقول أن الإدارة السعودية الآن يعني غاضبة على الشرعية اليمنية، لماذا تتحرك من شبوة إلى أن تحرر المناطق التي سيطر عليها الميليشيات الإنقلاب المتمردة التابعة للإمارات العربية المتحدة، وعلى الشرعية اليمنية أن تتوقف داخل شبوة أو داخل مأرب؟ إذا كان الجانب السعودي يفكر بهذه العقلية ولا يسمح للدولة اليمنية بأن تبسط كامل سيادتها وسيطرتها على الأرض، ماذا تتوقع من هؤلاء؟ تتوقع المزيد من الجرائم وما إلى ذلك. سمح لنا أن ينضم معنا المحامي عمر الحميري عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير أختي الكريمة وضيوفك الكرام. أهلا بك. إذن تقارير دولية عديدة أستاذ عمر، محلية أيضا ربما آخرها ما قدمته منظمة سام، تتحدث عن أرقام مفزعة لمجندين يسقطون على الحدود ويستجلبون من داخل البلاد للدفاع عن الحدود السعودية. ما هي معلوماتك؟ المعلومات أن هناك تدفق متواصل منذ سنوات تم تسليط الضوء عليه مؤخرا لمئات وآلاف المجندين من الشباب وصغار السن يذهبون من غير تنسيق رسمي ولا حكومي وبغير بروتوكولات كما هو متعارف عليه في هذه الأمور العسكرية بين البلدان وبين الدول. يتم استقطاب الشباب وإغراءهم بالمال، وهناك الآلاف من الشباب خرجوا من مدينة تعز ومن مدينة إب ومن محافظات عمران حول تلاحق والكثير من المحافظات اليمنية، ولكن العدد الأكبر من محافظة تعز التي تعتبر هي الخزان البشري للجمهورية اليمنية، وتعتبر أيضا فيها نوع من الحالة الاقتصادية الصعبة الذي تم استغلاله لاستقطاب هؤلاء الشباب والزج بهم في معارك ومحرقة حقيقية من غير تدريب ولا تأهيل. لم يكن معظم هؤلاء الشباب ونسبة كبيرة جدا منهم لم يستخدموا السلاح من قبل وليسوا مؤهلين لخوض معارك، كما لم يتم تجهيز معسكرات تدريب ولا تأهيل، وكما أن هناك نوع من التشجيع على استقطاب جميع الفئات العمرية بدءا من صغار السن والأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية إلى هذه المعارك، وبالتالي فإن هناك تدفق بشري غير محدد بدقة، ولكن آلاف الشواهد آلاف الضحايا يؤكدون بأن هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى المعارك في الحدود اليمنية السعودية وقاتلوا داخل الأراضي السعودية دفاعا عن المملكة العربية السعودية بدون بروتوكول عسكري بدون اتفاقية كما هو لازم كما هو واجب وكما يعرف ذلك السياسيين. كان على المملكة العربية السعودية أن تقوم بعقد اتفاق مع وزارة الدفاع اليمنية وعبر الرئاسة وعبر نعم، لكن كل ذلك لم يحدث أستاذ عمر بحسب ما أورده التقرير من نتائج لتحقيقات واستقصاء أيضا. إذن ما هو التوصيف القانوني لما يحدث أستاذ عمر؟ التوصيف القانوني حسب القانون الدولي هناك توفر للكثير من أركان وصف المرتزق ولكنها ليست متوفرة بالكامل، ولكن يمكن القول أن الهدف الأساسي من استقلاب هؤلاء الأشخاص استخدامهم في معارك مقابل المال، وبالتالي فإن الأركان الرئيسية للارتزاق موجودة. ونأخذ على سبيل المثال أن المدن الفقيرة هي التي استهدفت بهذا الأمر، ولكن لوجود ارتباط بين في المعركة بين المملكة العربية السعودية واليمن ووجود هذه المعارك على حدودها، نقول أن الارتزاق بمعناها الدولي في القانون الدولي ليس مستوفيا لشروطه وأركانه كافة، ولكن عندما يقاتل اليمني داخل الحدود السعودية وبداخل أراضيها فإن الارتزاق نوعا ما يثبت، ولكن الوصف القانوني لا قيمة له هنا في أمام وضع إنساني مأساوي كبير بدون تحقيق. نعم، لكن يعني ما هو التوصيف القانوني للبلد التي تقوم بهذا الفعل؟ هل يجرم مثل هذا الفعل؟ ما هو يعني القانون حيال ذلك؟ في القانون اليمني هذه جريمة بكل المستويات، سواء على مستوى العسكريين عندما يتسبب عسكريين من داخل المعارك ومن داخل الجيش الوطني ويذهبون إلى جبهات من غير اتفاقيات رسمية، فإن هؤلاء يعتبر فارين من المعركة ويحاكمون وفقا للقواعد قانون الجرائم والعقوبات العسكرية وفقا للمواد 55 و56 و57. القادة العسكريون الذين يعلمون
بتسبب هؤلاء الافراد ولا يقومون بواجبهم بمنعهم وضبطهم والقبض على السماسره وايداعهم السجن، هم ايضا مشاركون بالتستر على هذه الجريمه ويعاقبون ايضا باخلالهم بواجبات وظيفتهم العسكريه. هذه جرائم وفق قانون الجرائم والعقوبات العسكريه، وبالتالي فان اي عسكري توجه الى الحدود وهم بالالاف توجه فعلا، اي عسكري قام بهذا الفعل فانه يدان ويعاقب ويجب محاكمته وفق القانون اليمني. ايضا بالنسبه للمدنيين الذين تم استغلالهم، المدنيين وهم كثير، المدنيين الذين تم استغلالهم من غير العسكريين، ايضا هذه جريمه استغلال الحاجه الماديه والاقتصاديه لهؤلاء الاشخاص وذبهم في 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 معركه يعني لا تتفق مع المقابل الذين يحصلون عليه بالفعل، بالتالي فان هؤلاء السماسره يجب محاكمتهم وفق القانون المحلي. من ناحيه ايضا من ناحيه التعويضات، هؤلاء الاشخاص الذين قضوا والذين تم توفوا في هذه المعارك وهم بالالاف لم يحصلوا على التعويضات الكافيه، وهذا هو المقصد من استجلاب هؤلاء الاشخاص بهذه الطريقه حتى لا يحصلوا على التعويضات الكافيه، وحتى لا تكون هناك طريقه للحصول على تعويضات مناسبه عبر البروتوكولات. وبالتالي فان المقصد اقتصادي بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه بالذبح هؤلاء الاشخاص بهذه الطريقه العشوائيه حتى لا تكون هناك مصالح وحقوق تترتب على استخدامهم في هذه المعارك. نعم، لكن أيضا ربما هذا ما يمكن توصيفه بالنسبة لدولة قامت باستجلاب مرتزقين ويعني استغلت حاجتهم كما تقول، ولكن ما يؤسف أن يذكر التقرير أيضا أن القنصلية اليمنية في جدة مشاركة في عملية التجنيد، حيث تسهل دخول هؤلاء المقاتلين بوثيقة سفر تحمل اسم وثيقة سفر اضطرارية، أيضا منفذ الوديعة والذي تحول إلى معسكر استقبال حسب توصيف التقرير، وفي 6 ألوية قتالية كما تم الذكر. يعني لا أدري كيف يمكن يعني الحديث عن هذه النقاط، تشارك القنصلية اليمنية في جدة وكذلك منفذ الوديعة بجرائم ترتكب تجاه مواطنين وعسكريين أيضا لا حول لهم ولا قوة إلا ذهبوا لأجل يعني المال نتيجة الظروف الاقتصادية التي ربما ذكرها التقرير في أكثر من نقطة. بالنسبة للأشخاص الذين تم استجلابهم بوثائق وهويات غير يمنية مثل أسترالية وعدم القنصلية اليمنية، فإن هؤلاء ينطبق عليهم الوصف القانوني الكامل للمرتزقة لأنهم ليسوا يمنيين، وهو الشرط الوحيد الذي يعفي هذا الوصف كون المعركة واحدة والعدو واحد بالنسبة للمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية والشرعية. ولكن التعاون الرسمي واضح وكبير جدا من خلال غض الطرف من القيادات العسكرية والسياسية عن هذا الملف الكبير الذي صرخنا به والذي صمت به الآذان، ولكن لا يوجد أي تحرك. هناك نوع من التغاضي التي تستخدم بالفعل بعض المعسكرات في الحدود، معسكرات اليمن الشرعية، لتجميع هؤلاء الأشخاص وتنفيذهم وإرسالهم عبر باصات وحافلات إلى داخل الأراضي السعودية بهويات مخصصة وخاصة جدا لا تسمح لهؤلاء الأشخاص بالتجول داخل المملكة العربية السعودية، فقط يحق لهم التواجد داخل هذه المعارك. وبالتالي فإن الأمر كبير جدا وله توصيات معينة يعني متعددة وفقا لكل حالة على حدة. الواجب الآن وقت هذا التدفق البشري، الواجب الآن منع هؤلاء السماسرة من استخدام الأشخاص، خاصة أن هناك نوع من عدم احترام السيادة اليمنية. يعني المواطن البسيط عندما يذهب إلى هناك دافعه الأساسي هو المال والاقتصاد، ولكن يدرر أيضا بأن المعركة واحدة وأن العدو واحد وأن السعودية أيضا تدافع عن اليمن وتقوم بدورها، ولكن عندما نرى المملكة العربية السعودية تتجاهل ما يحدث من انتهاك للسيادة اليمنية بينما آلاف من شباب اليمن يدافعون عن حدودها، هذه مسألة غير أخلاقية البتة، ولا يوجد نوع من حتى نوع ما يقبل به العقل البشري أن يستمر وجود هؤلاء الشباب لا لسبب اقتصادي ولا لسبب أخلاقي. شاهدنا أيضا نوع من التمرد من قبل هؤلاء الأشخاص الذين ينبذون في المعارك في المعسكرات السعودية، نوع من التمرد يعني يستشعرون أيضا أنهم خرجوا عن الإطار المنطقي لهذه المعركة، وأن المملكة العربية السعودية تخل بدورها كقيادة للتحالف العربي ولم تنقل الشرعية ولم تقم بواجبها على كمال وجه، ولا حتى لم تقم بالدور القليل، وبالتالي فإنهم يشعرون بأنهم مستغلين ماديا وأنهم يعاملون كالمرتزقة، وهو ما سمعناه من خلال الكثير من الشهود الذين عادوا بأنهم يتم التلفظ بهم أنتم قدمتم هنا من أجل المال وأنتم مرتزقة، ويتم التلفظ بهذه الألفاظ أمامهم. فكيف والوضع البلد بشكل عام يضرهم إلى هذا المستنقع
ويوصفهم تماما بانهم متوقعون من السعوديه لا تقوم بدورها تجاه الحكومه اليمنيه وتجاه السياده اليمنيه، بينما يقوم شبابنا بتضحيه بدمائهم وارواحهم دفاعا عن المملكه العربيه السعوديه وحدودها. وهذا الوضع لابد ان يتوقف، لابد ان توجد اتفاقيات عسكريه صارمه واضحه تحفظ حقوق هؤلاء الاشخاص. لا يمكن القول بان هناك مبلغ 5000 ريال سعودي تعويض لاهالي الضحايا من الشهداء الذين يسكنون في هذه المعارك، هذا مبلغ تافه. المملكه العربيه السعوديه حتى مئات الالاف لمن يقتلون من جنودها، وبالتالي فانها لديها اهداف اقتصاديه بتخفيف كلفه المعركه عليها من خلال استخدام شباب يمنيين والزاد بهم في هذه المعارك في مواجهه الجنودين، وبالتالي بخصوص مرتكبي هذه الجرائم أستاذ عمر بن حوثيين وقيادات سعودية والإمارات والحزام الأمني وما إلى ذلك التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، هل بالإمكان ملاحقتهم جنائيا لتأخذ العدالة مجراها، أم أنها ستطوى يعني مع أي اتفاق سياسي؟ بالنسبة للجرائم، الجرائم لا تسبق بالتقادم، خاصة الجرائم التي يسبق فيها ضحايا، الجرائم التي يكون فيها دماء. ما يحدث من قبل المجلس الانتقالي وقواته وحزامه الامني وميليشياته المموله من الامارات جريمه بكل المقاييس، حدثت عشرات الالاف من الانتهاكات بينها قتل للأسرى، قتل للمدنيين بفرج بواسطه الهويه، جرائم عنصريه، جرائم تدان في جميع القوانين والاعراف الدوليه والمحليه، وبالتالي هذه الجرائم لن تسقط ولا تسقط، ولكن يجب التركيز بان هذه العقوبة والإدانة لابد أن تتكئ إلى دولة وتتكئ إلى قانون يجب أن يحميها، وبالتالي فإن المطلب الآن العودة بقوة والوصول إلى مدينة عدن وبسط إطار الدولة وفرض سيادتها، حتى نقول أن لدينا دولة تدافع عن القانون، وحتى نتحدث بأن هناك عقوبات سوف تطال هؤلاء المجرمين، وإلا فإن هذه الحقوق سوف تضيع عندما يكون هناك فرض لأمر واقع كما حدث مع الحوثيون. لدينا 5 سنوات من الانتهاكات ولكن الحوثيون أصبحوا كأمر واقع، نتحدث عن محاكمات ولكن المجتمع الدولي يعامل هذه الميليشيات الحوثية كأمر واقع وأنها سلطة يجب التعامل معها لأنها فرضت نفسها، وهو ما لا نريده أن يتكرر في عدن بفرض ميليشيات أمر واقع لا يمكن معاقبتها على ما ترتكبه من جرائم، وبالتالي يجب الآن التحرك الحقيقي والجاد لبسط سيطرة الدولة، ويجب على التحالف الدولي أن يفي بالتزاماته وتعهداته التي طالما تحدث بها واستوعب بها، وهو باسمه والاسم العام لهذا التحالف تحالف دعم الشرعية، ولكن الشرعية تسقط والشرعية لا تمكن، والشرعية يتم استهدافها من خلال طيران الإمارات الحديث الذي غدر بالجيش اليمني والذي قام بدور خسيس يمكن الوصف لأنها جريمة أخلاقية وجريمة جنائية وجريمة دولية أيضا، يجب أن تدان ويجب أن تلاحق هذه الحكومة التي تشكل عار على القوانين الدولية بشكل عار في ممارساتها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ دكتور عادل، يعني استمعت لحديث الأستاذ عمر وأيضا يعني الكثير من النقاط التي ذكرها سواء من استجلاب ما يسمى بالقانون الدولي مرتزقة رغم عدم توفر كافة الشروط، يعني القنصلية السعودية حسب ما ذكر اليمنية في جدة حسب ما ذكر التقرير والتي تتعاون لإصدار تأشيرات سفر اضطرارية، منفذ الوديعة والذي يسمح بدخول وخروج هؤلاء المجندين، ما هو تعليقه؟ مع الأسف الشديد يعني هذه تعتبر يعني الآن الجرائم التي يقوم بها النظام السعودي هي جرائم ضد الأطفال وضد حقوق الأطفال، وهذه محرمة في القانون الدولي وأيضا محرمة بحسب الاتفاقيات الدولية، استغلال الأطفال في معارك يعني معارك جانبية وأيضا في 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 هذه الحروب العبثية. الأطفال الآن هم يعني الأطفال يقادوا إلى محارق الموت، الجماعة الحوثية تقود البعض والنظام السعودي يقود البعض الآخر، والدولة اليمنية بكل تأكيد متورطة ولا بد من محاسبة هؤلاء، والجرائم لا تسقط بالتقادم، هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الأطفال، الآن يعني يستغلون فقر هؤلاء ومن ثم يقودونهم إلى محارق الموت. أين نحن لا توجد لدينا رغبة على الدولة، الدولة الآن هي نحن نعيش مرحلة ألا دولة، نحن لدينا شبه دولة، يعني رئيس متواجد داخل خارج البلاد 5 سنوات، أي دولة هذه؟
رئيس خارج البلاد لا يعرف ما الذي يدار، أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أين جهاز الدولة، أين جهاز الاستخبارات، أين كذا، كلهم بس مع كل واحد ملف وداخل غرف مغلقة في فنادق فقط، ليس لا يوجد هناك دولة حتى نستطيع أن نحكم. ولكن المنظمات الدولية ترصد كل صغيرة وكبيرة، وبكل تأكيد النظام السعودي على وش التحديد، والحركة الحوثية أيضا لا ننساها، يتحملون كامل المسؤولية وكل شيء يعني مسجل. والمنظمات الدولية وإن لم تكن تصل إلى هذه الأماكن، أماكن الصراع ما داخل صعدة أو ما إلى ذلك، ولكن لديها تقارير على الأرض مؤكدة، وهناك يعني مؤسسات يمنية أو يعني منظمات يمنية لديها يعني تقارير أكثر من تقرير صدر من منظمة السلام وما إلى ذلك. إذن الحكومة اليمنية هي متورطة بشكل كامل مع هذا مع النظام السعودي، والنظام السعودي أيضا متورط، التحالف العربي بشكل عام، والأبرياء هم الضحية. ولذلك كانت دعوة الشيخ المخلافي يعني مؤخرا تصب في الاتجاه الصحيح لإنقاذ من تبقى من هؤلاء من داخل هذه الجبال. نحن اليوم 5 سنوات داخل هذه المناطق الجبلية الوعرة، 5 سنوات، البعض منهم أكلتها الحيوانات المفترسة، والبعض منهم أكلتها النسور وما إلى ذلك، والبعض منهم يعني مات ولم يعرف أحد حتى الآن أين مصيره. نعم، حتى لا يتم يعني حسب التقرير أنه لا يتم حتى تعويض الأهالي. يعني أقرأ فقط هذه الفقرة، يعني يحصل ورثتهم على مبالغ مالية تتراوحت بين 3000 إلى 15000 سعودي، يتم تحويلها عن طريق صرافين محليين. أما الذين لا يتمكن زملائهم من إنقاذ جثامينهم فلا يحصل ورثتهم على شيء غالبا. يعني أضف إلى أن الأهل منكوبون بفقدان هذا الولد وبعدم حصولهم على جثته، أيضا لا يتم تعويضهم. التقارير مفجعة ما يحصل هنا، وأنا يعني أنا أعرف جرحى وتواصلت مع جرحى، جرحوا في هذه المناطق ويقولوا بأن الوضع كارثي ومزري، لا يحصلون حتى على الحد الأدنى من حقوقهم. البعض منهم يعني إذا حصل العلاج البسيط داخل المستشفيات في الحدود السعودية اليمنية، البعض منهم قطعت يعني أرجلهم، والبعض منهم قطعت أيديهم، والبعض منهم يعني فقد بعض أعضاء جسمه، ولا يوجد حتى تعويضات حقيقية لهؤلاء تعوض يعني تعوضهم في هذه في يعني في الواقع. لا هناك يعني هناك استهتار بالمواطن اليمني، هناك استهتار من يعني بالفقراء، هناك استهتار بهؤلاء الذين يضحون من اجل الاراضي السعوديه. لسنا بحاجه الى التضحيه على الحدود السعوديه، لسنا بحاجه الى قتال في الحدود السعوديه، نحن بحاجه الى قتال في داخل جبهتنا، نحن بحاجه الى قتال في صواعق. تشتيت المعركه بهذا الشكل دكتور عادل، يعني عوضا عن التركيز على المناطق التي تم تحريرها والتركيز الأمن فيها، المناطق التي ما زال يسيطر عليها الحوثي في مختلف الجبهات، تعز والتي تستنزف يوما بعد آخر، لما يتم استنزاف المقاتل اليمني على الحدود السعودية وهي أقدر على تأمين حدودها من أي طرف آخر؟ لو كانت أقدر على تأمين حدودها ما جلبت هؤلاء الفقراء إلى داخل الحدود. النظام الباكستاني رفض أن يدافع عن الحدود السعودية داخل صعدة، لأنه يعرف وعرة هذه الجغرافيا الجبلية. ومقاتلينهم يعني تكلفتهم عالية. بكل تأكيد. وبالتالي هم يستغلون هؤلاء. الآن النظام أو التحالف العربي فتح لنا جبهة في الجنوب. فتح لنا جبهة أخرى لا تهم الشرعية اليمنية، معنى ذلك أن هناك سياسة الاستنزاف، أي استنزاف جميع الأطراف وإدخالهم في حرب عبثية من أجل تنفيذ السيناريو الذي قد وضع منذ وقت مبكر في أماكن صنع القرار السعودي والإماراتي لتفكيك البلد. وهذه الحرب هي حرب عبثية وحرب استنزاف، لأنه لو قرأنا بس قليلا، يعني رجعنا إلى وراء قليلا في التاريخ السعودي، يعني عندما كان يتفجر الصراع كان يدعم هذا الطرف ضد هذا الطرف، وفي المقابل لا يريد هذا الطرف أن ينتصر على هذا الطرف. واليوم نفس السياسة، يدعم ويقول نحن مع الحكومة الشرعية لكن لا نريدها أن تنتصر وأن تثبت يعني أقدامها على الأرض، ولا نريدها أن تسيطر على الأرض، ويقول نحن ضد الانقلاب ولكنهم يدعمون الانقلاب. يعني نحن أمام عقلية خليجية تفكر بعقلية تقليدية، ولا يعني حتى اللحظة لم يفهموا بأنه حتى الطفل قد فهم بأن هذا التحالف مجرد أكذوبة، مجرد ألعوبة. هذا التحالف ليس تحالف عربي وإنما جاء لتنفيذ أهدافه الخاصة به. متى يفهم تفهم النخبة اليمنية المتواجدة داخل الرياض؟ ينبغي الخروج من هذا المأزق حتى لا يتم يعني استنزاف ما تبقى من الأبرياء. هناك يعني مخطط الاستنزاف جميع الأطراف، هذا المخطط ينبغي أن يفهم، ولا بد من البحث عن حلول للخروج من هذه الورطة. نعم، اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الراصد والناشط الحقوقي ياسر المليكي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، اهلا بك استاذ المشاهدين وضيفك الكريم.
أهلا بك. إذن أستاذ ياسر، صدر تقرير مهم لمنظمة سام يتحدث عن محرقة الحدود السعودية لليمنيين. أولا لو تحدثنا عن أهمية وقيمة التقارير الحقوقية، إلى أي مدى ممكن أن تساهم في تقليص الانتهاكات أم أنها فقط لمجرد التوثيق؟ بالطبع منذ بداية الأحداث صدرت كثير من التقارير الحقوقية إما لمنظمات محلية أو دولية. بالتأكيد هذه التقارير تلعب دورا مهما في توصيل رسائل مهمة لأطراف النزاع حول ما يرتكبونه من انتهاكات وجرائم، إما بحق السكان المدنيين أو جرائم تتعلق بجرائم الحرب التي توجه ضد الأطراف المسلحة. كما أن قيمة هذه التقارير يعود إلى أنها تحفظ ذاكرة الأجيال من أي انحراف، من أي تضييع لهذه الجرائم، إضافة إلى أن صوتها يصل إلى صناع القرار الفاعلين في الملف اليمني أو حتى المكتب المبعوث الدولي أو غيرها من الأطراف الأممية التي باستطاعتها أن تضغط على كل الأطراف بما تنشره هذه التقارير حتى يرضخوا لأي حلول أو مفاوضات أو مساومات. إضافة إلى أنها وهذا هو الجزء المهم، أنها تفضح وتعري كافة الأطراف الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم تناهض مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تكشف هؤلاء الأطراف وتعريهم إما أمام مناصريهم أو أمام المجتمع الدولي، وبالتالي هناك ما نستطيع أن نصفه بأن هذه التقارير تكشف أخلاقيا كل أطراف النزاع وما يرتكبونه بحق السكان المدنيين. هذا التقرير الذي صدر عن منظمة سام فيما يتعلق بمحرقة الحدود أو هؤلاء الشباب الذين يزج بهم في معارك ليست معاركهم، أستطيع القول أنه جاء في توقيت دقيق جدا. هذا التوقيت جاء بعد أسبوع تقريبا من مجزرة حدثت لعدد من هؤلاء الشباب المجندين في منطقة كتاف محافظة صعدة. هذه المجزرة التي راح ضحيتها العشرات ما بين القتلى والجرحى إضافة إلى مثلهم من الأسرى توضح كم أن هؤلاء الشباب مستغلون ومستغفلون ولا يعرفون طبيعة هذه المعارك ولا إلى أين يقادون. بالتأكيد نستطيع أن نقول عن هؤلاء أنهم مرتزقة أو كما قال عنهم القانون الدولي الإنساني، لكن كما جاء في التقرير أن ما دامت اليمن طرف في هذه الحرب التي تدور هنا في المحافظات اليمنية، فبالتالي فإن التوصيف الدقيق لهؤلاء المجندين يمكن أن نقول عليهم ميليشيا أو حتى قوات تعمل بالوكالة لدول في التحالف العربي، إما في السعودية على حدها الجنوبي أو حتى ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي وهي القوات التي تعمل بالوكالة لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي فإن هذا التقرير الذي جاء بعد واقعة كانت صادمة لليمنيين وهي مقتل العديد من هؤلاء وخصوصا الذين زج بهم في هذه المعركة الخاسرة، كان هذا التقرير فاضحا لهذه الجزئية الدقيقة لهذه القضية المهمة والحساسة في من بين قضايا مهمة تتعلق بالشأن الحقوقي اليمني. بالتأكيد أن الحكومة اليمنية تعرف أن هذه الميليشيا أو هؤلاء الشباب الذين يستدرجون إلى معارك ليست معاركهم، لا يمكن لم نعلم أنه تم إدراكهم في القوات النظامية اليمنية ولا حتى في القوات النظامية السعودية، حتى يمكن أن يحفظ حقوق هؤلاء الشباب سواء بعد مقتلهم أو جرحهم أو أسرهم، لكن للأسف الشديد
لم نرى أو نلحظ أو نشاهد أي من هذه الإجراءات تتم لهؤلاء الشباب، وبالتالي فإنما حدث من مجزرة الأسبوع الماضي كانت صادمة، وهي بالأساس كان ينبغي أن تتم حتى يعود هؤلاء الشباب إلى وعيهم، حتى يحفظ آباء هؤلاء الضحايا وأمهاتهم هؤلاء الشباب المغرر بهم ويلزمونهم محافظاتهم. لا يمكن لشباب بعمر الزهور أن يجرفوا في معارك ليست معاركهم. هؤلاء الذين يزج بهم في مناطق الحدود على الحد الجنوبي مع المملكة العربية السعودية كان ينبغي أن يستثمروا هنا في البناء، كان ينبغي أن يدمجوا في المعاهد، أن يدمجوا في الجامعات، أن يدمجوا في كل المجالات التي يمكن أن ينتفع بهم المجتمع اليمني. لكن للأسف الشديد مثل هذه التقارير أستاذ عمر، هل أثرت بشكل أو بآخر بدفع المنتهكين إلى احترام القوانين الإنسانية، أو جعلت من المجتمع الدولي يضغط على هذا الجانب بالذات؟ هذه القضية أعتقد أنه كان هذا التقرير أول تقرير حقوقي يتعلق بهذا الملف الدقيق والحساس، وهو ملف الشباب المغرر بهم والذين تجرفهم الحرب في الحد الجنوبي من المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن التركيز المنظماتي الدولي وحتى لفرق الخبراء الدولية والمهتمين بالشأن السياسي اليمني أو الشأن الحقوقي اليمني لا بد أنهم سيركزون بعد هذا التقرير على هذا الملف الدقيق والحساس. لا بد أن فرق الخبراء بالتحديد سيكون لها بحث مهم حول هذه القضية، وبالتالي سلطت هذه المنظمة أي منظمة سام على ملف غاية في الخطورة. بالتالي فإنه يتوجب على كل المنظمات الدولية، على المنظمات المحلية، على وسائل الإعلام أن تعمل كل ما بوسعها لفضح هذه الجهات التي تستغل هؤلاء الشباب، أن تعمل على حماية هؤلاء الشباب. أنا هنا أحمل الحكومة اليمنية بالمقام الأول، لأنها هي من منحت هؤلاء الشباب تصاريح بالمرور للقتال في الحد الجنوبي. تعلم هي كم أنها ارتكبت جرما بحق نفسها وحق هؤلاء الشباب حين منحتهم هؤلاء التراخيص. نعرف أنه لا يمكن المرور إلى دولة في المملكة العربية السعودية إلا بوثائق ووثائق شديدة، لكن ما رأيناه أنه يتم السماح لهؤلاء الشباب بالمرور بوثيقة سفر عادية واضطرارية. وبالتالي فإن الحكومة اليمنية تتحمل مسؤوليتها عن كل الجرائم التي تحدث لهؤلاء الشباب، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تتحمل أيضا كل ما حدث لهؤلاء الشباب. بالمقام الأول فإن عليها تعويض كل هؤلاء الضحايا وأسرهم، وخصوصا من تعرضوا للقتل أو الجرح أو الأسر. هؤلاء الذين تعرضوا للقتل مثلا يتم دفنهم في مناطق لا يعرفها أهاليهم، لا يستطيعون زيارتها، وكذلك الجرحى يعانون من إهمال والتسيب غير عادي في مستشفيات الجارة الكبرى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن ما يمكن تسميتهم بالأسرى مع أنه وفقا لمواثيق القانون الدولي الإنساني لا يحتسب هؤلاء كأسرى. وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية لا تعمل ولا تعمل في الإفراج أو متابعة عن هؤلاء الأسرى الذين وقعوا في أيدي قوات ميليشيا أو جماعة الحوثي. على السلطات السعودية والحكومة اليمنية أن تعمل كل ما بوسعها في إخراج هؤلاء الأسرى من السجون جماعة الحوثي، كما أن على المملكة العربية السعودية أو الحكومة اليمنية أن تستدعي كل هؤلاء الشباب للعودة إلى بلدهم. نعم، هذا ما يفترض به أن يكون، أن يستدرج هؤلاء الشباب إلى محارق ومعارك ليست معاركهم،
وإضافة إلى أنه بعد هذا التقرير يمكن للحكومة اليمنية أن تمنع هذه التصاريح التي تمنح من قبل القنصلية السعودية أو من الحدود. نعم أستاذ ياسر المليكي الراصد والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور عادل، ربما ذكر نقطة مهمة الأستاذ ياسر وهي مسألة ما يحدث أيضا للأسرى الذين يتم أسرهم من قبل ميليشيا الحوثي، ليأتي الطيران ويقصفهم، وربما يعني ما حدث في جامعة كلية المجتمع في ذمار والتي هي متعارف عليها بأنها أصبحت يعني مقر للأسرى ويأتي الطيران ليقصفهم، ما هو تحليلك لما يحدث؟ يعني اليوم يتم قتل اليمني بسلاح التحالف والحوثي على حد سواء. أولا قبل الإجابة على سؤالك، التحالف العربي والنظام الإيراني يعني حاليا شت أو قسموا المجتمع اليمني أو حاولوا أن يكون هناك ميليشيات مسلحة. لدينا ميليشيات مسلحة حوثية تخدم النظام الإيراني وتقتل الأبرياء، ولدينا ميليشيا مسلحة في جنوب اليمن تخدم النظام الإماراتي وتنفذ أجندته، والنظام السعودي يستخدم الأبرياء في حدوده لتأمين يعني أمنها القومي في الحدود السعودية اليمني. إذن هذه الثلاثة الأطراف متورطة بشكل مباشر يعني لقتل المواطن اليمني، وكل طرف يريد تنفيذ هدفه بأي شكل كان. ما حدث في 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 كلية المجتمع يعني في ذمار جريمة إنسانية يندها الجبين، وهذا دليل على أن التحالف العربي ما يزال مستمرا في يعني غيه، وأنه لا يبالي بهؤلاء الأبرياء ولا يبالي أيضا بهؤلاء الأسرى، وأن مهمته هو أن ينفذ أهدافه التي جاء من أجلها. يعني بالأيام الماضية التحالف العربي، لا نقول الإماراتي ولكن التحالف العربي، يستهدف جيش الشرعية اليمنية في تحد سافر ويقول أنه من أجل الدفاع عن النفس. هكذا وصلوا الى هذا الحد، اي استهتار بهؤلاء، والان يعني استهتار بالمواطن اليمني، والان يقول بان هذا مكان سلاح، حتى لو وجد فيه مكان هذا المكان سلاح. ينبغي على التحالف العربي ان يحيد الابرياء وان يرفع الى الصليب الاحمر بان هذا المكان يتم ايضا جلب الاسرى الى هذا المكان، وهناك سلاح ونريد ان يحيدوا هؤلاء ما لم نستهدف. معنى ذلك أن هناك تنسيق مباشر بين هذه الميليشيات التي تعمل في الأرض لصالح الأنظمة الإقليمية التي تمولها، لا يوجد تفسير آخر. هناك يعني خطة ممنهجة يجرى تنفيذها، وهذه الخطة استنزاف الشرعية اليمنية وجيشها الوطني وقتل أكبر عدد من الأبرياء الذين يتبعون الشرعية اليمنية. من لم يقتل في المعارك سيقتل في السجن، ومن لم يقتل في السجن سيقتل بطائرة التحالف. نعم، ويأتي للأسف متحدث التحالف ليشير أن هذه الهجمات تتم وفق القانون الدولي، ثم سرعان ما يتم مناقضة ذلك. لماذا؟ التحالف العربي يناقض نفسه كل يوم منذ العام 2015. المجرم عندما يرتكب الجريمة يحاول أن يدافع عن نفسه، هذه جريمة حرب. معنى ذلك أن التحالف العربي نفسه والميليشيات الحوثية منسقين لقتل هؤلاء، يعني جاءوا بهؤلاء إلى هذا المكان. من الذي أعطى التحالف العربي الإحداثيات؟ من الذي أعطى الإحداثيات بأن هنا مكان عسكري؟ معنى ذلك أن هناك تنسيق على الأرض، تنسيق بين الميليشيات الحوثية والإمارات وما إلى ذلك لاستهداف هؤلاء. هؤلاء يتبعون الشرعية اليمنية، والبعض منهم أسرى حرب، وبعضهم مدني يعني من من من, من يعني أخذوهم من الطرقات وما إلى ذلك، وبعضهم يعني إعلاميين صحفيين وما إلى ذلك. هؤلاء أبرياء، والتحالف العربي يستهدف هؤلاء الأبرياء. وهناك أنباء تقول بأن الصليب الأحمر تكلم إلى التحالف العربي أنه يوجد هنا يعني مكان للأسرى وما إلى ذلك، ولكن التحالف العربي في تحد سافر للأعراف الدولية والقانون الدولي وأيضا لحقوق الإنسان يستهدف هؤلاء. معنى ذلك على الحكومة اليمنية أن تعيد حساباتها وأن تعرف أن التحالف الذي جاء لدعم الشرعية جاء لقتل الشرعية، وهو ينفذ هذا المخطط. وإذا لم تتدارك الحكومة اليمنية هذا المخطط قبل فوات الأوان، معنى ذلك أن غدا سيصل هذا النظام أو سيصل التحالف العربي إلى رأس النظام وإسقاطه بطريقة مهينة ومذلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشير الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني.
أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.